يلا بيدي. بتمنى لك التوفيق يا بنتي، وعندي ثقة بقدراتك. يلا نروح، خلينا نمشي، ما في وقت. يلا بسرعة. يلا يلا تفضلوا خذونا. أنا متأكدة رح تفوز. أنا كتير مستغربة رافي، ليش أخذتنا من هذا الطريق؟ يعني أنت مو شايف قديش في حفر؟ لك خلاص اهدي وحشتحكي. والله ما بعرف كيف بدي اهدى ونحن عم نتأخر كل هالقد. أنت قلتي إنه رح نتأخر وما في وقت، لهيك أنا أجيت من الطريق المختصر. مو مختصر بنوب. يلا غيروا الطريق. يلا لحظة، لا تغيروا، في طريق قصير لقدام شوي، خليك ماشي دغري هلا وبعدين علينا. لا 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 لا، ما تروح من هنيك، قلت لك دور السيارة. خلصنا بقى، طولوا بالكم، ما بدي آخذ تعليمات من حدا. شو نسيتوا إنه أنا اللي عم سوق؟ طيب رح أسكت. وليش وقفت هيك؟ ما بعرف شو صار لها للسيارة، بس رح أحاول شغلها مرة تانية. أنا قلت لكم متأكدة في مصيبة رح تصير. لك أنت ما بتسكتي، حاجتك مثل البومة. أنا بفرجيك. حاول فيها لشوف. أخي هي سيارة، يعني ما بقدر حركها ببساطة، مو شايف يعني؟ شو؟ أنت ما بتعرف شيء. حاجة تقول هيك أخي، عن جد مو حلوة. وهيت أنت وين صرت؟ شوفوا صار على الطريق الرئيسي ونحن يلي تأخرنا، لازم تتصرف. روح أنت على الطريق، جيب باص أو تاكسي أو أي شيء جيبه لهون. يلا رايح. ماشي اسمعوني، أنا رح أتصرف، بقدر روح على الطريق الرئيسي. ماشي، هو قريب كتير من هون، أنتوا ما تقلقوا علي، أنا ما رح أتأخر. ماشي مهيك. لحظة، بالتوفيق يا روحي. شكرا. يلا أسرع. أخي أخي، بدي تساعدني، لازم أروح بسرعة على مسابقة الطبخ، بترجاك ساعدني. بعتذر منك لأنه ممنوع أروح لهنيك. مو معقول، بتقدر تساعدني؟ لا، في إضراب ضد شركات سيارات الإجرة، لهيك ما بقدر، أنا آسف. وقف أخي، بترجاك ساعدني. خير يا أنسة؟ فيكي شي؟ صار لك شي؟ زيل من السيارة، شو مو شايف قدامك؟ يساعد. يلا زيل. انت ضربت على البنت، مو شايف قدامك؟ زيل زيل من السيارة، لازم تتحاسب، ما بصير هيك. زي من السيارة يا شو حاسب؟ ليش هالغرور؟ انت لازم تتعصب. وانتو مجانين يعني؟ عن جد ما بيصير. انتبه يا محمد، ما بيصير تحكي معنا بهي الطريقة. عن جد انت بدي اشوفك بدي اطلع قدامك شو عم بيصير. شو بدك معنا يعني؟ بكفي هيك؟ انا اللي طلعت قدام السيارة تبعه، يعني الحق علي انا، هو ما غلط بأي شيء. يلا بترجاكم روحوا من هون، بترجاكم يلا. أنا آسفة. هي هي طبيعة الناس اللي بيكونوا هيك. أنت حكيتي معهم لحتى يجوا مو هيك؟ مفكرة بتقدري توقفي بوشي يعني؟ ليش لحتى أعمل هيك؟ لأنه أنت بدك تنتقمي مني بعد اللي صار. أكيد أنت مزعوجة ومتضايقة كمان، صح؟ لأنه تم اختيارك، حتى بعد ما رفضتك أنت ما رح تستسلمي أبداً. أنا لو سمحتي، أنا ما بدي أسمع كلامك. بالمناسبة أنت لوين رايحة؟ أنت تعرف لوين؟ يعني أنت رايحة مشي؟ بصراحة سيارتنا تعطلت. معقول؟ عن جد أنت بتضحكي، أنت عم تخسري. وصدقيني مع أنك قريبة كتير، بس ما رح توصلي أبدا، وحتى لو رحتي ركض أنت ما رح تشاركي بالمسابقة. المسابقة رح تبلش بعد شوي، طبعا إذا تأخرتي عليهم ما رح يفوتوكي.
دقيقة. أستاذ بس بدي أعرف أنا شو غلطت معك؟ أنا كل اللي عملته إني جهزت أكلة حلو، بس مستغربة أنت ليش عم تعاملني هيك؟ بتعرفي شو؟ أنا ما عندي مشكلة معك أبداً، بس عندي مشكلة مع وشك هذا، لأني بصراحة ما بحب شوفه. وخدودك اللي مثل الفطيرة، وأنفك اللي مثل قطعة الجبنة، عيونك ما عم أقدر شبههم لأي شيء. بتعرفي شو؟ وشك بالكامل مانو متناسي، وما بدي اطلع فيه. هو ما بيذكرني إلا بالأكل. بظن إنك عرفتي الجواب، مهيك شارما؟ هلأ صار فيك تروحي. كيفك؟ يعطيك العافية. تمام. كيفك؟ منيح. وانت؟ تمام. ما نبلش؟ ايه ما نبلش. يلا كل شي جاهز؟ ايه استاذ. ممتاز، فوتوا المتسابين. ردي بقى، شو فيك انت؟ ما بعرف، ما عم ترد علي. طيب حاولي مرة تانية الآن إذا وصلت أو لسه. هذا أندرجيد. أهلا. ريا. أهلا. سوشانت. أهلين. سيد أشمت. أهلا. وأكيد المدام تشاولا. رفيق قديم بعرفه من وقت كتير طويل، وطبعا أنا الشخص يلي رح يهزمكن، تفرجوا بس. كأنه في حدا لسه. يعني انت ما انتبهت؟ كأنه ما اجت. شو صار؟ هيك رح تتأخر؟ المسابقة رح تبلش عن قريب، إذا ما اجت هالوقت بدها تخسر. فيها زيت؟ ايه اخي لكو الزيت. طيب انت بالأول بتعرف وين بدنا نحط المي؟ لازم تصبر شوي، طول والله بالك. خايف منك انك تغلط لك شي غلطة. عجل شوي بقى. ايه اخي لو سمعت بتوصلني. فيكن تبلشوا، نحن ما رح نستنى اي حدا. استاذ لسه في حدا ناقص، معلش نستنى. ليش؟ هي بتقربك شي؟ رفيقتك ولا جارتك مثلا؟ آسف استاذ. قديش باقي معنا وقت؟ 10 ثواني. إذا ما اجت خلال 10 ثواني فنحن لازم نبلش فورا. اليوم ما رح نكسر القواعد أبدا. بلشوا عد. 5 4. شو صديقي؟ وين النجمة؟ 3 2. أنا هون.